بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم جديد الربح من الانترنت. ان شاء الله اليوم غادي تكون عندنا حلقة خاصة جدا، كون البيتريكس اللي مركزين عليها في القناة، لانها تقريبا هي الموقع الاساسي للتداول. انا درت ستيتمنت ديالها بالنسبة للبيتكوين جولد، وفي هذا الستيتمنت هذا كتقول بان الناس اللي عندهم البيتكوين في الواليت ديال البيتريكس غادي ياخذوا البيتكوين جولد، ولكن كاين واحد الشروط، ان الناس اللي عندهم البيتكوين قبل 24 اكتوبر، يعني من وراء 24 اكتوبر في ثالثة ام، ما عندكش الحق تاخذ البيتكوين جولد، نظرا لان غيشوفوا الرصيد ديالك اكتوبر 24 مع الثالثة ام. يعني الناس اللي عندهم البيتكوين في 24 اكتوبر الثالثة ام غياخذوا نفس القدر ديال البيتكوين من البيتكوين جولد. هذا هو الستيتمنت اللي قال، ولكن ان البيتريكس جات بمجموعه من الامور، ومجموعه من الامور المهمه جدا على البيتكوين جولد. ولا شدينا هاد الارتيكل هذا ولا هاد الستيتمنت هذا ودرنا ليه لا تراديكسيون، لقاو مجموعه من الامور اللي خطيره على البيتكوين، كان البيتكوين جولد ماشي سيكيوريزي، يعني غير امن للتداول حاليا، ومجموعه من المشاكل كاينه في الكود ديال البيتكوين جولد، مع مجموعه ايضا ان الناس تقريبا ديال الكوميونيتي ديال الديفلوبور ديال ديفلوبمنت ديال البيتكوين، بيتكوين كور، ماشي متفقه 100% مع الكونسنسوس ديال كونسنسوس كود ديال البيتكوين. وهذا الخبر هذا غنخلي لكم ان شاء الله الرابط ديال هذا لو ليان ديال البيتريكس. الناس اللي في تويتر ردت لي، اللي متبعيني في تويتر ردت لي الروتويت باش يقدروا يشوفوا هذا الخبر هذا، والناس اللي في ستيميت، تقريبا في ستيميت رانا درت انا ارتيكل على قبل هذا ستيميت. رانا نشوفوا ستيميت تقريبا، راح حطيتو في ستيميت. في انتظار نشوفوه في ستيميت، نشوفو التأثير ديال هذا الخبر هذا في البيتريكس. كيف ما تشوف البيتريكس، اللون الأخضر يطغى على مجموعة من العملات الرقمية. هذا دليل على أن الناس بدأ التأثير ديال هذا الخبر بأن البيتكوين نقص الثمن ديالو، زيادة على نقصان ديال البيتكوين في الثمن ديالو، أن الناس بدات كتوجه للالت كوين، يعني المستثمرين بداو كيتوجهوا للالت كوين، يعني للعملات الرقمية الأخرى. مثلا كيف ما شو ستراتيس كان 40 ولا 50، 50 ألف، 500 ألف، كان 460 ألف ولا 500 ألف، نيو ها هو طالع 490 ألف. تقريبا مجموعة من العملات اللي غادي تطلع، خاصة ان المستثمرين ديال امريكا باقي ما فاقوش، باقي لم يستيقظوا بعد، يعني باقي ناسين، ان في حالة فاش غادي يعرفوا الخبر المستثمرين الامريكيين يقدروا يعاود ينقصوا من الثمن ديال البيتكوين، نظرا لانهم يقدروا يبيعوا. هذا غير احتمالات شخصية ديالي، الشهادة الشخصي ديالي يقدر يكون خطأ يقدر يكون صحيح. انا شفت الخبر، حطيته في ستيميت، درت ليه روتويت ودرت لكم لا فيديو باش انتم تكونوا على عين بهذا الشيء، واللي زعما ماشي نصيحة باش تستثمروا في العملات الرقمية.
نظرا لان البيتكوين جولد ما غاديش يكون عليه واحد الاقبال كبير جدا، ولكن هذا رايي الشخصي ديالي، الشخصي ديالي يقدر يكون خاطئ يقدر يكون صحيح. انتوما ديروا لي ريغوشيرش ديالكم، وحتى شي واحد ما ياخذ الهضره ديالي ولا ياخذ المعلومات اللي كنعطي كاون باز سوليد، يعني كواحد لا باز سوليد قويه باش يبني عليها الاراء ديالو. انا غير كنوجهكم وكنعطيكم المعلومات، وانتوما ديروا الابحاث ديالكم باش تاخذوا القرارات ديالكم. انا ماشي مسؤول على شي، ما بغيتش شي واحد من القناه ولا من المشتركين يجي يقول لي تقريبا راه قلتي لينا ولا انفيستي في هذه العمله، وفي الاخر هذه العمله ما صدقاتش مزيانه ولا شي حاجه من هذا القبيل. دونك انا كنحيد المسؤوليه عليا، كنقول ان انا نعطيكم المعلومات وانتوما شوفوا واش ديروا بهذوك المعلومات، واش تاخذوها بعين الاعتبار ولا لا. هذا هو الدور ديالي تقريبا في هذه القناه، وكنحاول ما امكن نكون في المستوى ونجيب لكم الخبر يكون حصري واخبار اللي تكون مهمه. فوالا، كيف ما شفتوا كاين مجموعه من العملات اللي تقدروا تستثمروا فيها. نشوفوا على سبيل المثال وحده بوحده، بالنسبه النيو قابل للاستثمار لانه يقدر يوصل ل 800 الف، وبالنسبه للايثيريوم حتى هو اوميزغو تقريبا تقدر توصل 50% ديال 50% ديال الارباح. رايبل، لايت كوين حتى هي، ستراتيس، انا عزيز عليا ستراتيس بزاف لانها واحد الديفلوبمون، واحد البلاتفورم كبيره بزاف. دونك مجموعه من العملات اللي تقدروا تستثمروا فيها ويكون ان شاء الله، يكون ان شاء الله خير. هادشي اللي كيبان ليا بالنسبه لهذه الحلقه هذه. ما تنساوش تبعونا على تويتر، لان التويتر اللي فيه مجموعه من الاخبار تقريبا. تقدروا تاخذوا هاد لي زابونمون اللي عندي انا تقريبا، راه هما تقريبا واحد 90% ديال العملات الرقميه اللي مهتم بهم، مثلا البيفيكس، انا غتلقى البيت فينيكس، البيتشير، البيتريكس، ستيتمنت، يعني جميع الاخبار. وهاد الاخبار كتكون عندهم واحد تأثير خطير على منصات التداول وعلى السعر ديال العملة. صراحة انا زعما درت خطأ كبير مع اني ما اهتميتش بالتويتر، ما اهتميتش به في السابق، ولكن دابا نعطيه القيمة ديالو ونعطيه الأهمية ديالو، غيكون تقريبا رقم واحد من التواصل، لأنه فيه مجموعة من الأخبار والأخبار المهمة اللي عندها واحد الطابع كنقولوا ديال سبيكولاسيون، يعني المضاربة. وأستسمح إذا كنت كنهضر كلمات بالفرنسية، ولكن هذاك الشيء خارج عن الإرادة. راه كنحاول ما أمكن ندير محتوى يكون عربي، رغم اللهجة المغربية كنحاول نحسن نهضر باللغة العربية الفصحى، ولكن هذا الشيء اللي عطى الله. فوالا، نتمنى نكون توفقت الشرح ديال هاد الفيديو. صراحة كنشكركم جزيل الشكر على التفاعل الكبير ديالكم في القناة مؤخرا. وصلنا تقريبا ل 1083 مشترك، وكنشكرهم واحد بواحد، كنشكركم شخصيا على التفاعل ديالكم وعلى الثقة والدعم، في القناة. وان شاء الله غادي نبدا المزيد عفوا من الجهد باش نكون عند حسن الظن ديالكم وحسن التطلعات ديالكم. وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.